فايتك يا زوز، فايتك حاجات كتير. بعوم انا والميمة، وخليك انت قاعد. ايه المية عايزة ايه؟ عايزك هو دي يوز كده يعني، ما تخدش الناس داخله في مراخيم. تعالى فرقت على دي يوز كده سريع. ايه نظام كابيني؟ انا ما اعرفش غير الكابانين. كابيني ثم كانت تقول لها كابينة. هي صغيرة كده بس عشان منك للبول. هادي كيديروها باش يفهموا الناس، هادي كيديروها اللي غادي يجي ياخذ البيسين يقيل فيه النهار كامل. ايوه منه للبول، ما انا قلت موضع ما ياخذ غير لي رولاكس ياخذ هادو. فندق اسمه نيل ريدز او حاجه ريدز. كارتون ولا كارتون. بس فهي القعده هنا كده تمام. انا عايز اصور لكم بره، بس في موسيقى بزاف انا مش عارف اعمل ايه. تعالي هنا كده عشان انت في مرايه اول ما تخشي. تعالي ده حمام ماشي. بس ده حمام، وده المفروض ان هو الدولاب. بس هات، انا ممكن اخد منك واصور لهم عشان انا بنت في الاقطار هتبقى تشيلني. ماشي تعال ثانيه واحده. نظام حوض كده بس. وهنا الدش، ده الدش يعني حاجه لذيذه. يعني احنا اصلا جايين على ود البول ننزل بسين نغير جو. المهم اهم حاجه عندي ايه؟ تكون اتبسطتوا. لا الحمد لله. انا قلت ايه اصور لكم شكل الكابيني. عشان ولا صح ولا غلط. قلت اصوره قبل ما نمشي يعني. بس ف المنظر من بره عامل ازاي؟ تعالي كده. انا ممكن لما نطلع، انا ممكن مش هتلاقوا صوت في الفيديو، هتشوف المنظر بس مش هتلاقوا صوت عشان الكوبي رايت. مش هم بتقول عليها ايه ولا اسمها كابيني. انتوا اقدر انا ما. المهم هو نظام تحط الحاجه وبتنزل البول قدامكم، بتقضي دايز طول اليوم عادي. احنا هنا من الصبح اصلا نبغى يجي ينعس. يعني اسم الفندق لو حد نور مصر هتلاقوني انا والميمه في البول. فايتك يا زوز، فايتك حاجات كتير. بعوم انا والميمة، وخليك انت قاعد. ايه المية ما تنساش تودي سامي المدرسة. مبسوطة يا ميمة؟ الحمد لله. حبيبتي يا ميمة والله حبيبتي، ما تحرمش منك. الميمة جماعة رانيا علوان. ما اقول لكم رانيا علوان الميمة. رانيا علوان كي جاتكم من الميمة؟ ما سخيناش بالمكان. ما سخينا من زوين المكان، ما سخيناش عجبنا. كنا بغينا نديرو الفيديو طول اكثر من هكا، ولكن بسم الله الموسيقى مبهدله الدنيا. الموسيقى مبهدله. كان النهار زوين، دوزناه زوين. يعني وفي نفس الوقت بيني وبينكم احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني ايه يعني نفوت العطله ديالنا. نفوت ومين عايزين يعني تتساروا معانا والله، بس في نفس الوقت قلنا حاجه كده. كاين بلا يصل فيهم الموسيقى ما كنقدوش شحال من حاجه. ما هي الموسيقى، انا هنزل هتلاقي اليوتيوب راح رازعني. والواطيه الاف بنتي نزلت البسين. انا ممكن احط لها الصوره. الصوره وهي بالبكيني الواطيه. مش هعمل يعني اول واخر مره. اول واخر مره. انت غنمشيو اسكندريه دابا، بقات لنا اسكندريه عاد.
خلاص كندري هذا قلنا بزاف الحوايج في الاهرامات في كذا حاجه ما مشى باقي لنا بزاف في كذا حاجه عايزين نروح ف استنونا في فيديو جديد ان شاء الله يعني نشوفكم على خير